السلام عليكم. شفنا في الفيديو اللي فات ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك ان سونس دو طون اي تروا طون. دابا نكملو دائما في ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك، ولكن غادي نشوفو الحالة تاع دو سونس. نبداو بالديماراج روتوريك دو سونس دو طون، دو سونس دو طون. بالنسبه شنو هو ديماراج روتوريك وعلاش كنديروه وداك الشيء اللي يتعلق ب يعني بلا تيوري ديالو، راني شرحته في الفيديو اللي قبل تاع الحاله تاع انسونس. اللي بغى يفهم يعني علاش كنديروا ديماراج روتوريك يرجع للفيديو اللي قبل. دابا غادي نشرحوا الشيما تاع دو سونس. دونك شنو الفرق اللي كاين ما بين ان سونس ودو سونس؟ هو هاد الكونتاكتور تاع اللي غادي انفيرسي ليا دو فاز. دابا عندي كونتاكتور كا ام 1 والكونتاكتور كا ام 2. الو فاش تبع لي فيل ديالك تلقى ان دو فاز يعني لا فاز 1 ولا فاز 3 هما اللي غادي يتانفيرسا. الجروب دو ريزيستانس اللي غادي يتبرونشا مع الروتور في البرومي طون، وعندي الكونتاكتور كا ام 3 اللي غادي فا بيرميت باش ايليميني ليا الجروب في الدوزيام طون، حيت عندي هنايا غير دو طون. دونك سوا غادي تسيليكسيوني لافون سوا غادي تسيليكسيوني لاريير. هذا برومي طون يعني افون برومي طون، وهنا اريير برومي طون. فاش دوز دوزيام طون داك لي سيليكسيونيتو افون لا اريير غادي يبقى خدام، ويزيد معاه حتى الكا ام 3. دونك الشيما دو كوموند راه باين، الشيما دو كوموند راه تقدر كيما قلت لكم غير تاع ستاتوريك، ترجعوا غير ستاتوريك يعني نفس يعني دو سونس و دو طون. رجعوا ستاتوريك دو سونس دو طون وخد الشيما دو كوموند ديالو، راه غادي يصلح لك حتى مع الروتوريك، غادي يصلح لك هنا حتى مع الروتوريك. الفرق راه كاين غير في الشيما دو بويسونس. دونك عندي هنايا لي كونتاكتور دو لي كا ام 1 و كا ام 2 تاع افون اريير، مارش افون مارش اريير. الفيروياج باين اوفر ديال كا ام 1 باراليل مع الاوفر ديال كا ام 2 باش اونكلونشي واحد تومبوريزاسيون كو سو سوا في المارش افون ولا في المارش اريير، غادي يخدم ليا كات، يخدم كا ام 1 يخدم كات، يخدم كا ام 2 يخدم كات، حيت راني داير الاوفر باراليل هنايا. يخدم كا ام 1 يتسد هذا يخدم كات، يخدم كا ام 2 يتسد هذا يخدم كات. دونك افون او اريير كات يخدم، وهاد 67 68 غادي يبدا كومونسي يعني كالكولي داك لو طون لي راه مريغلي عليه. الوغ قبل ما يسالي داك لو طون غادي يكونو غير في البرومي طون، يعني الموتور غادي يكون في الحاله اللي راه تدخل فيها يعني لافون ولا لاريير. الوغ فاش يسالي لو طون يتسد غادي يخدم مع كا ام 3. دونك برومي طون غادي يدوزو للدوزيام طون. الا كان كا ام 1 غادي تولي كا ام 1 وكا ام 3، الا كان كا ام 2 غادي تولي كا ام 2 وكا ام 3. دونك هذا بالنسبه للديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك دو سونس دو طون. دابا غادي ندوزو للديماراج روتوريك دو سونس تروا طون. كذلك حتى هنايا في دو سونس تروا طون الشيما دو بويسونس هو هذا. شنو تزاد على ان سونس؟ هو هاد الكونتاكتور بور انفيرسي دو فاز، لو كونتاكتور بور انفيرسي دو فاز. دونك عندي هنايا دو جروب ار 1 و ار 2. سيركوي دو كوموند راه ممكن تاخذو غير تاع ستاتوريك، روحو غير ستاتوريك دائما دو سونس تروا طون، خد الشيما دو كوموند ديالو وراه صالح، راه فالابل حتى مع بحال مع حتى مع ديماراج روتوريك. لا ديفيرونس اللي كاينه بينو وبين ستاتوريك راه غير في الشيما دو بويسونس، الشيما دو كوموند راه لو ميم. دونك سوا غادي تختار لافون يعني سوا غادي تسيليكسيوني لافون او لاريير. هذا برومي طون، ها هو مارش افون مارش اريير الفيروياج. دونك عندي هنا مارش افون مارش اريير. دونك هنايا شاك طون تدخلو خصك توجد لو طون اللي راه جاي. دونك يعني كا ام 1 ولا كا ام 2 غادي يخدم ليا كاتي، حيت راه دار هنا لوفير تاع كا ام 1 و باراليل مع لوفير ديال كا ام 2. سوا كا ام 1 ولا سوا كا ام 2 كاتي غادي يخدم. فاش غادي يخدم كاتي هذا الكونتاكت 67 68 غادي يبدا يحسب الوقت اللي راه مريقل عليه. دونك قبل ما يسالي داك الوقت راه عاد محلول. دونك هذا راه مازال ما خدمش،
هذا مازال ما خدمش دونك هاد نورمالمون اوفر راه ديجا اوفر دونك هذا ما خدمش وهذا ما خدمش. دابا شكون اللي راه خدام غير ك ام ان الا كنت ابويت على لافو او خدام غير ك ام 2 الا كنت ابويت على لاريال. كاتي راه واخا راه خدام كاتي ما عندوش دخل في لابويسونس هو راه يعني غير مساعد يعني غير مساعد في لا كوموند ما عندوش دخل في لابويسونس. دونك لو مومون اللي غادي 67 يسالي الوقت ديالو غادي يتسد يخدم ليا ك ام 3 ها هو دوزيام طون ك ام 3 لاحظوا معايا ك ام 3 هو هذا اللي غادي اليميني الجروب ار ان. فاش يتيليمينا الجروب ار ان يبقى خدام غير الجروب ار 2 هو اللي يبقى مبرونشي مع الروتور هو اللي يبقى مبرونشي مع الروتور. فاش يخدم هاد ك ام 3 هاد 67 68 تاع ك ام 3 هو عاودك في حد ذاته غادي يبدا يحسب. الوغ قبل ما يسالي الحساب يعني راه غير ك ام 3 خدامه راسها مع لافون ولا مع لاريال. لو مومون اللي غادي يسالي الحساب ديالو يتسد دابا ك ام 3 خدام ودابا غادي كتر ك ام 4 غادي يخدم ك ام 4 غادي يخدم دونك ولات عندي 3 و 4 يعني باش يخدم ك ام 4 غادي ايليميني داك الجروب اللي كان باقي مبرونشي مع الروتور. حتى هنا حدو راسكم يعني في البرومي طون غادي يكون افون ولا اريير دوزيام طون ما تسبقش ك ام 4 حيت الا بغيت دوزيام طون تيليميني الجروب ار 2 لو مومون اللي غادي تيليميني ار 2 راك غادي تيليميني حتى الار ان وبالتالي غادي تكون بالبرومي طون دزت للتروازيام طون ديريكتومون ما دزتش كاع الدوزيام طون باش نحتارمو ديك الكرونولوجي يعني ندوزو الدوزيام طون على التروازيام يعني برومي دوزيام تروازيام دونك يعني ماشي برومي دوز للتروازيام ديريكتومون دونك عندك هنايا برومي طون افون ولا اريير خص موراها تخدم مع كام 3 ومور كام 3 يخدم كام 4 الا خدم كام 4 قبل 3 يعني كام 3 بغى يخدم ولا ما يخدمش راه هاد الجروب الار ار تيليمينا فاش اليمينات ار دو راه اليمينات حتى الار دونك حدو راسكم في هاد القضيه. في ستاتوريك ما عنديش مشكل لو وليتو ستاتوريك الجروب اللي سبقتو ماشي مشكل سبق الجروب ار ان ولا ار دو ما يعني صحيح. في الروتوريك لا خصك ضروري تيليميني ار ان موراها عاد تيليميني ار دو ما الى اليمينيت ار 2 راك اليمينيت يعني معها حتى ار ان ديريكتوم سي بون. دونك هذا كان بالنسبه للديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك دو سونس 3 طون. كالعاده لي ليان ديال التيليشارجمون غادي نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو والسلام عليكم ورحمه الله.